عقران واعدان لعلاج كورونا، أحدهما للالتهاب والآخر للإيدز. الصحة العالمية تدعو إلى التعايش مع كورونا، ودراسة تكشف كيف تصبح أصغر بثلاث سنوات في غضون 8 أسابيع. المزيد معي في العربية الصحة، فأهلا بكم. أطلق فريق من الباحثين في المعهد الوطني للأمراض المعدية باليابان وجامعة أوكسفورد البريطانية وجامعة إنديانا الأمريكية مشروعاً تعاونياً بهدف إيجاد علاج لكورونا. وتوصل العلماء إلى أن العلاج المشترك بسيفرانثين ونيفلانفير يسرع في إزالة الفيروس من رئتي المريض من 4 إلى 9 أيام على الأكثر، ومنع سيفرانثين الذي يستخدم لعلاج الالتهاب دخول الفيروس إلى الخلايا عن طريق منعه من الارتباط بالبروتين الموجود على غشاء الخلية. وفي المقابل عمل نيفلانفير المعتمد لعلاج الإيدز على منع الفيروس من التكاثر داخل الخلية عن طريق تثبيت البروتين الذي يعتمد عليه الفيروس للتكاثر. قال المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية لشؤون مواجهة جائحة كورونا ديفيد نابارو إنه يتعين على البشرية تعلم كيفية التعايش مع الفيروس ومنعه من الانتشار ومنع ارتفاع حالات الإصابة به أو التسبب في وجود بؤر ساخنة للمرض، موضحا أن الفيروس لن يختفي في الوقت القريب وستظهر له سلالات مختلفة. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن إدارة رئيس بايدن مصممة على الوصول لحقيقة أصل فيروس كورونا، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستحاسب الصين. وأوضح بلينكين أن الصين لم تمنح الشفافية الكاملة، لافتاً إلى أن من مصلحة بكين أن تفعل هذا الأمر. واعتبر بلينكين أن من أهم الأسباب للوصول إلى الحقيقة هو أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها منع الوباء أو على الأقل القيام بعمل أفضل في التخفيف من حدته. بفضل برنامج مكافحة الشيخوخة الذي تقدمه دراسة طبية والقائم على نمط حياة صحي، بات من الممكن أن تبدو أصغر بثلاث سنوات في 8 أسابيع فقط. هذا ما تم نشره في مجلة جورنال ديفام الفرنسية، أنه من الممكن اكتساب 3 سنوات من متوسط العمر المتوقع من خلال إجراء بعض التغييرات في نظامنا ونمط حياتنا. في هذه الدراسة تبع المتطوعون التالي: اتبعوا نظاماً غذائياً متوازناً من اللحوم والأسماك الخالية من الدهون، بالإضافة إلى ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني بشكل يومي، والنوم لمدة 7 ساعات كاملة كل ليلة، كما قاموا بإجراء تمارين الاسترخاء لتقليل مستوى الإجهاد.